بدايه كده يعني اللي هيعرف يرسم الرسم البسيط ده معناه انه له مستقبل في الاسواق. اللي مش عارف يرسم الحاجه البسيطه دي اللي مش عارف يجي ورايا الكلام ده ايديه مش قادر ترسم المنظور او الانيميشن هيبقى هيقع شويه عشان يفهم موضوع الاسواق ده. ماشي يا جماعه؟ فحاول تتعلم ازاي ترسم حاجه والله بسيط. ماشي اي ايديه ترسمه حاول ترسمه ورايا. اي ايديه في الفراغ هنقول له ثلاث محاور ثلاث ابعاد محور زد ومحور اكس ومحور واي. اي ايديه في الفراغ ده له ثلاث محاور دول. ماشي هسلط على المحور ده على الازيمتري على المنظور ده اشعه من ثلاث اتجاهات. هعمل اشعه في اتجاه محور واي دي اشعه كده ضوء ضوء نور في اتجاه محور واي. الظل بتاع المجسم ده الظل بتاع المجسم ده في المحور زد اكس في المستوى زد اكس هسميه الليفيشن. هسميه الليفيشن يعني ما ابص كده في اتجاه محور واي اشوف الليفيشن ده ثابت لاي منظور. لما ابص في اتجاه محور اكس كده لما الضوء يجي في اتجاه محور اكس ماشي على المجسم ده هيعمل ظل وراه. ماشي الظل ده او الاسقاط بتاعه هسميه سايد فيو. سايد فيو سايد فيو ده الفيجن. بنتكلم عن الاسقاط الفيجن ده ماشي وده سايد فيو. لما ابص من فوق لما الضوء او النور يجي من فوق في اتجاه محور الزد اشوف ايه البلاك. لما ابص من فوق كده الظل بتاعه تحت على المستوى اكس واي اشوف ايه البلاك. ماشي لما ابص على المجسم ده المجسم ده فيه مستويات راسيه وفيه مستويات افقيه مفيش فيه مستويات ثمانيه. ماشي مستوى راسي يعني ايه مستوى راسي؟ يعني المستوى ده راسي ولا افقي؟ مستوى ايه؟ ده راسي ولا افقي؟ مستوى راسي والمستوى بي رأس ولا أوكي؟ رأس. ده بالمستوى سي رأس ولا أوكي؟ مستوى سي رأس ولا أوكي؟ مستوى سي أوف دي أوف. ده بالمستوى إيه رأسي وبي رأسي برضه. إيه الفرق ما بينهم؟ المستوى أي مستوى لما أقول لك المستوى ده يظهر إيه؟ يظهر إيه في الإيفيجن أو يظهر إيه في البلان أو يظهر إيه في السادريم؟ تقول لي حاجة من الاثنين يا خط يا مساحة. لو بقول لك المستوى ده يظهر ايه؟ تقول يظهر خط او يظهر مساحه. ماشي؟ المستوى ايه؟ يظهر في الانيميشن ايه؟ خط ولا مساحه؟ مساحه. يظهر ايه في ستاديو؟ يظهر ايه في ستاديو؟ يظهر في ستاديو خط. المستوى ايه؟ لما ابص عليه في الانيميشن ماشي؟ يظهر مساحه، في ستاديو يظهر خط، في البلان يظهر ايه؟ خط. انت عندك ثلاث انواع من المستويات. البيزكس او الاساسيات بتاعت الاسقاط في مثال صغيرين جدا. ماشي لو فهمت البيزك الاساسيات وازاي استخدم الاساسيات دي في الحل هتلاقي الموضوع سهل. اللي حالي اللي يفهم المثال البسيط ده يعرف يجيب الحل من الحل. الاسقاط ما فيهوش اخطار ما عندناش اخطار في الاسقاط. والله هي فكره واحده بتتكرر في كل المسائل بس المشكله ان في مساله بسيطه زي كده وفي مساله كبيره. افهم الفكره على مساله بسيطه تفهمها على مساله كبيره. عندك ثلاث انواع من المثال. مستوى راسي عندك المحاور بشكل ادنى عندك مستوى ماشي ما عشان الحضور كان قليل ده مستوى ايه؟ رقص اشوف الليفيجن يبقى ايه الليفيجن؟ مساحه يبقى ايه ستاديو؟ يبقى ايه بلاد؟ طب المستوى ده لو ورا شويه لو رجعت ورا شويه عامل كده ماشي ده يبقى ايه الليفيجن؟ مساحه برضه يبقى ايه ستاديو؟ خط برضه يبقى ايه بلاد؟ خط. لاحظ ان المستوى ده الخطوط اللي فيه الخطوط اللي فيه خط بيوازي زد وخط بيوازي ايه؟ الاكس. خط بيوازي الزد وخط بيوازي ايه؟ الاكس. عشان كده الاليفيجن ما بين الزد والاكس. الاليفيجن اترسم ما بين الزد والاكس. محور زد ومحور ايه؟ اكس. ماشي؟ طب لو عندي مستوى رأس برضه بس في الاتجاه التاني كده
ده يبقى الاستاديو، يبقى الاديشن، طب يبقى الفلاك. نرجع للمستوى رقم واحد ده تاني الاول ماشي، هيبقى في الاديشن مساحه، ده في الاديشن هيبقى مساحه ماشي. الاستاديو قصاده كده هيبقى ايه؟ خط. البلان تحت كده ده الاستاديو، البلان تحت كده هيبقى ايه؟ خط في البلان. يبقى المستوى واحد ده هيبقى في الديفيجن مساحه، وفي الاستاديو خط، وفي البلان خط ماشي. وكنا عرفنا ليه احنا بنحط المسافه كده، الديفيجن قصاده الاستاديو وتحت البلان. لو تفتكر طبعا يعني ده من خلال المحاضره اللي فاتت، يعني لو عندنا ثلاث مستويات كده، ثلاث مستويات كده ماشي، انا بس فكرت ان انا كنت ما نقولش ايه في الوقت بس ماشي. عندك ده محور زد وده اكس وده واو، دول ثلاث مستويات عموديه على بعض ماشي، ثلاث مستويات عموديه. المستوى ده ما بين محورين، محور ايه؟ زد وايه؟ زد وواي ماشي، والمستوى ده اكس. ده زد اكس، ده زد واي ماشي، ده كده واي اكس يحب واي كده ماشي. لما اجي عندك مجسم الفراغ موجود هنا كده، مجسم اي كان شكله زي اللي انا رسمه ده موجود هنا كده بس. مجسم بالشكل ده، وبجيب دي بجيب عليه ضوء او اشعه من هنا كده، هيطلع عليه ضوء اللي ورا هنا على المستوى اللي هو مستوى ايه؟ زد واكس. هيطلع الظل بتاعه كده عامل كده ماشي. لما اجي الاشعه من فوق هيبقى الظل بتاعه كده عامل كده، الاشعه من هنا الظل بتاعه على المستوى هيبقى ايه؟ حاجه عامله كده. المهم الظل بتاعه على الزد اكس هنسميه ده الانفيجن، الظل بتاعه هنسميه سايد فيو، الظل بتاعه تحت هنسميه ده بلان. بجيب اشعه من فوق اشوف البلان، اشعه من هنا في اتجاه الاخر واي اشوف الانفيجن، اشعه كده اشوف السايد فيو. بعد كده لو جيت قطعت ده، قطعت المستوى ده كده، قطعت كده، انا بقول له حاجه، قطعت ده بالمص كده ولفيت ده المستوى ده لتحت ولفيت المستوى ده لهناك، هيبقى المستوى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده ماشي. لفيت قطعت ده كده بالسكينه او بالمص ولفيت ده لتحت ولفيت ده هناك، فردت يبقى في لهم ثلاث مستويات عاملين على بعض، فردتهم هيطلعوا هنا كده، يبقى الديفيجن هيبقى هنا، السايد فيو هيبقى هنا، البلاك هيبقى هنا ماشي. في علاقه ما بين الديفيجن والسايد فيو ايه هو؟ الديفيجن ما بين محور زد واكس صح؟ السايد فيو ما بين محورين ايه؟ زد وواي ماشي. انا بعيد سريعا كلمه من المره اللي فاتت، السايد فيو ما بين الزد والواي، ايه البعد المشترك ما بين الديفيجن والسايد فيو؟ الزد. ماشي يعني نفس ده، لما ابص في الديفيجن اشوف الزد، لما ابص في السايد فيو اشوف ايه؟ الزد برضه. والله اول اربعه. هل لما ابص في البلان اشوف الزد؟ في البلان يبان الزد ايه؟ نقطه. الخط ده اسمه في البلان. نقطه. الخط ده بيبان اسمه نقطه. ما اعرفش ارتفاعه قد ايه. ما اعرفش الخط ده، الخط ده كده. ما اعرفش طوله قد ايه الا في الديفيجن او في السايد فيو. هل اقدر اعرف طول الخط ده في البلان؟ ما اقدرش، لان اصلا البلان مفروض زد ماشي؟ يبقى البعد المشترك ما بين الانفيجن والسايد فيو ماشي؟ هو ايه؟ الزد. عندك الانفيجن زد واكس، السايد فيو زد وواي ماشي؟ البلان لما ابص عليه فوق اشوف ايه؟ الاكس والواي. البلان ما بين الاكس والواي، البلان ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش زد. ماشي يا جماعه؟ كل محور بشوف فيه بعدين بس. يعني الانفيجن بشوف الزد والاكس، ما بشوفش الواي. هل الانفيجن يبان فيه واي؟ الانفيجن ما يبانش فيه واي. طب لما ابص في السايد فيو اشوف الزد والواي، هل اشوف الاكس؟ السايد فيو اشوف الاكس، السايد فيو ما اشوفش فيه الاكس. كل محور في الثلاثه الانفيجن زد وكام؟ اشوف بعدين بس، اشوف بعدين ما اشوفش الثاني. ماشي؟ نرجع للمستويات، نرجع للمستويات ماشي. انا بس بعرفك احنا ليه بنعمل الانفيجن هنا ماشي، والسايد فيو هنا والبلان تحتيه
ليه التوديع دي؟ ليه الجيزه وجنبيه سلبي وجنبيه ايجابي؟ ان احنا بنتهالي المجسم موجود في الربع الاول بالشكل ده ماشي؟ بفقد اشعه من ثلاث اتجاهات، اشعه من هنا واشعه من هنا واشعه من هنا. يا ريت يا جماعه هتلاقي المحاضره بعد الساعه 12 ل 10 يعني ما حدش يخش ولا يطلع بعد كده ماشي؟ يبقى جاي في معادك وتطلع في معادك، احنا ممكن نطلع بعد كده ماشي؟ المهم فعندنا يا جماعه المجسم بالشكل ده وده موجود في الربع الاول اشوف كده الديفيجن هنا في هنا في لما فرقوا يطلعوا بالشكل اللي احنا عاملينه ده الشكل ده الديفيجن سيزون يبقى التحديد نرجع بقى للسؤال اللي احنا بنقولها دي ماشي كنت بتكلم عن المستوى الراسي انت عامل ثلاث انواع من المستويات راسي وافقي ومنجلي تفهم دول يبقى انت فهمت كل حاجه المستوى الراسي اللي هي ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده المستوى اللي يطلع مساحه في الانيفيجن ماشي هيطلع ايه ستاديوم؟ طب هيطلع ايه بلاي؟ طب طب اللي يطلع مساحه في ستاديوم بص كده هيطلع مساحه في ستاديوم يطلع ايه في الانيفيجن؟ طب بالشكل ده يطلع ايه في بلاي؟ طب كده ده المستوى الراسي طلع مساحه في الانيفيجن يبقى خط راسي في ستاديوم خط في بلاي طلع مساحه في ستاديوم يبقى خط راس هنا خط راس هنا خط في البريك ماشي طب لو طلع مستوى افقي بقى معناه مستوى افقي معنى ان انا مستوى افقي عشان ارسم مستوى افقي لازم كل خط يوازي الاكس ويوازي الواي الاكس والواي لو عملت المستوى اكس وواي يطلع مستوى افقي المستوى زد واكس يطلع مستوى ايه راس واضح لو زد وواي يبقى يطلع مستوى ايه راس برضه بس ماشي المستوى الافقي لما ابص عليه من فوق هيبان ايه؟ مساحه في الانفيجن هيبان ايه؟ طب في السايد فيو هيبان ايه؟ طب ماشي يا جماعه كده؟ يعني حاجه بسيطه كنا قلناها المره اللي فاتت يعني الحاجه دي بيزكس لو انت هتتلخبط كده في الاول هتلاقي حاجه واقفه معاك فيها مشكله فالرميزه زي ما انت شايفها دي دي تبان ايه في البلان؟ ترابيزه المجسم اللي انت شايفها ترابيزه وليها اربع رجلين، لما ابص عليها بقى اشوفها ايه؟ البلان عامله كده صح كلام؟ الرجلين بتاع الترابيزه دي هل لما ابص لفوق هشوفها؟ مش هشوفها عشان كده اي حاجه مش هشوفها بنعملها دوت كده، هنتكلم عن دوت ده بعدين. اي حاجه مش هشوفها بعملها دوت كده في المجسم. ده اللي انا بسميه ايه؟ بلان. ماشي؟ الانيميشن بقى لما ابص على الترابيزين من هنا كده ابص على الترابيزين ثلاث اتجاهات عمودين على بعض من فوق ومن هنا ومن الناحيه الثانيه ماشي من هنا كده الديفيجن ومن الناحيه الثانيه ايه؟ سايد فيو او من هنا سايد فيو ومن هنا الديفيجن مش هتفرق اهم حاجه الديفيجن والسايد فيو عمودين على بعض ابص الديفيجن هنا سايد فيو من هناك او السايد فيو من هنا والديفيجن هنا البلان طبعا البلان مميز من فوق الديفيجن من هنا يبان في الديفيجن ده يبان في الديفيجن هتبان حاجه عامله كده والرجلين بتاعها حاجه كده صح كلام؟ ده اسمه ايه؟ الانيفيجن السايد فيو بقى لما ابص من هنا كده لما ابص من هنا كده لما ابص من الجنب كده يبان ايه الشكل؟ نفس الانيفيجن بس اقل شويه العرض ده العرض ده هو ده اللي هشوفه في السايد فيو ماشي كده يا جماعه المحاور ده محور زد وده محور ايه اكس ده محور زد وده محور ايه واي ده محور واي وده محور ايه اكس ماشي البعد ده الخط ده راس ولا افقي ده راس ولا افقي ده راس ده ايه وده ايه يا جماعه اوف ده راس ولا افقي هنا ده راس ولا افقي وده ايه اوف ده راس الافقي ده ايه؟ اوف ده ايه؟ اوف افقي اللي يقول على ده راسي اللي يقول على ده راسي يبقى لسه مش فاهم حاجه اللي يقول على ده راسي يبقى مش فاهم حاجه اول حاجه لازم تفهمها ان البلان كل الابعاد اللي فيه افقيه الترابيز دي لما ببص عليها من فوق البعد ده افقي ولا راسي؟ البعد ده افقي ولا راسي؟ اوف والبعد الثاني ايه؟ افقي برضه
لما ابص على حاجه في البلاد ما بشوفش ابعاد راسيه، لما ابص على حاجه في البلاد ما بشوفش على حاجه ايه راسيه. لما تشوف ده كده ومكتوب عليه كلمه كلام تفهم ان البعد ده افقي وده افقي، حاجه بشوفها من فوق، حاجه شايفها من فوق كده، فما اعرفش الرأس بتاعها قد ايه، البعد افقي ولا راسي افقي، ده ايه؟ افقي برضه، ده افقي في اتجاه الاكس وده افقي في اتجاه الواي. امال الزد يبان فين بس؟ يبان في التلفزيون ويبان فين يا جماعه؟ في السادة واضح؟ دي بيزك سكيلز احيانا، ما تتلخبطش في الحته دي، اول ما تشوف هناك تعرف ان هو ايه؟ كله كل بعد في الهلال ليه ابعاد افقيه، ماشي؟ طيب وعندك ده مستوى مائي، وعندك مستوى مائي، مستوى مائي ازاي؟ عندك ثلاث محاور كده؟ عندك مستوى مائي وليكن مثلا نعمل ده مثلا عشان تحس ان ده مستوى راس الرفق اللي انا سامته ده، ده راس الرفق، راس ده زد وده ايه؟ اكس. اسامة عندك رفق؟ حد عاوز يمشي معاك؟ ماشي؟ مش عاوز حد يمشي اثناء المحاضرة، ماشي؟ انت مش عايز تاخد المحاضرة من اول ما تحضرهاش؟ مفيش مشكلة عندك، ماشي؟ بس ما ينفعش انك تمشي في نص المحاضرة. ممكن تعمل نادر عنه بس ايه في المادة؟ ايه في الأربع طوابق؟ ماشي؟ اللي مش مطلع. يعني في الكورة جدا لازم محاضرة وعقل كده أهل ساعة ونص. ماشي؟ ممكن يمشي بقى في 8 دقايق ساعة بس ما ينفعش تمشي قبل ساعة ونص. يعني أنت لازم نص ساعة تمشي يعني مش كده. ماشي يا جماعة؟ عندك المستوى ده راس. راس. المستوى ده بقى إيه؟ المستوى ده عامل إيه؟ ده إيه؟ مايل. ماشي؟ المستوى المايل لما ابص عليه فوق كده اشوف ايه؟ ده المساحه والخط، لما بقول لك اي مستوى كل حاجه بتجيب يا خط يا مساحه، مستوى المايل دايما ايه؟ في الكلام. مساحه. خط ولا مساحه؟ مساحه. مساحه، لما بيبان ايه؟ خط. يبان ايه؟ خط مساحه. مساحه برضه، طب في الفيجن يبان ايه؟ خط. في الفيجن يبان ايه؟ خط مايل. يبان خط مايل، يبان ايه؟ خط مايل. يعني عندك في الريجن في خط مائل. في البان يبان ايه؟ في البان هيبان مساحه. المساحه ازاي؟ ازاي؟ لما اجي ابص في البلان من فوق الظل بتاع المستوى ده، الظل بتاعه تحت، الظل بتاعه تحت كده، هل تفتكر الطول ده نفس الطول ده؟ اقل شويه، صح؟ فدام الظل او الاسباب بيبقى ايه؟ المسقط الافقي ده، البعد اكس ده هو الاكس ده، ماشي؟ طب لما ابص من هنا كده في السايد فيو، السايد فيو الظل بتاعه ورا يبقى ايه؟ مساحه برضه كده، ماشي؟ مساحه برضه، الارتفاع ده له ايه؟ زد، الارتفاع له ايه؟ زد، ماشي؟ لازم الاكس افهمها كويس، ماشي؟ الاليفيشن ما بين الزد والايه؟ والاكس، السايد فيو ما بين ايه؟ الزد والواي، البلان ما بين الواي والاكس، الاكس موجوده في البلان وموجوده في الالفيجن، ايه البعد المشترك ما بين الالفيجن والبلان؟ ايه البعد المشترك؟ الاكس هي نفسها في الالفيجن وفي البلان، ماشي؟ الحاجات البسيطه دي عارف ممكن تكون شويه مش لذيذه، بس هو ده اللي انا هستخدمه لما اجي افهم المسائل الكبيره، يعني الكلام اللي انا بقوله ده مستوى راسي افقي مايل. هتيجي بتكلم عن الثلاث حاجات دول بس اللي بيسمعنا بره هيبتدي ان انا بعيد المساله كذا مره، انا الحين 10 مسائل نفس الكلام كيميكال متهيألي على 10 مسائل، واضح؟ مفيش فيه افكار، هي نفس الفكره. هتلاقي هقول لك بس ازاي نطبق الكلام البسيط ده، ماشي؟ ازاي نطبقه في احنا نفهم فيه المساله. فعندك البعد المشترك ما بين الايفيجن والبلان ايه هو؟ الاكس، اكس دي هي نفسها الاكس دي. ايه البعد المشترك ما بين الايفيجن والزد دي؟ الزد دي هي نفسها الزد دي. ايه البعد المشترك ما بين السايد فيو ودي اصعب علاقه بقى والبلان؟ ايه البعد المشترك؟ الواي. الواي دي الواي دي ماشي هي نفسها ايه؟ الواي دي. البعد دي بلف بيها الابعاد من البلان للسايد فيو كده، من البلان للسايد فيو او من السايد فيو للبلان، اللفه دي هنقولها في المثال الثاني. المهم يعني اي كان الطريق المهم البعد ده الافقي ده هو نفس البعد الافقي ده برضه.
ده واي، ده محور واي، وده محور واي برضه. ماشي يا جماعه؟ لاحظ ان المستوى المائل يبان ايه؟ مساحتين وخط. بعد ما المستوى المائل يبان ايه؟ مساحتين وخط. انما المستوى الراس كان يبان ايه؟ خطين ومساحه. المستوى الراس يبان ايه؟ خطين ومساحه. صح كلام؟ يعني مستوى الراس مش شكل زي مستوى الراس ده. يبان ايه في الديفيجن؟ خط. يبان ايه في البلاد؟ خط. يبان ايه في السلم؟ مساحه. والمستوى الافقي كذلك، لو عندك مستوى افقي كده ماشي؟ المستوى الافقي ده يبان في الديفيجن ايه؟ خط. خط افقي. نبتدي نزود ده حته مهمه جدا. المستوى الافقي يبان في الديفيجن خط افقي. يبان في السلم؟ خط افقي. الاليفيشن لما كنا بنتكلم عليه ماشي، يعني الاليفيشن بتاع المساله زي اللي هي ماشي، هيبقى حاجه عامله كده. ده الاليفيشن هو المستوى ايه. الخط ده اقول عليه خط افقي، والخط ده اقول عليه خط ايه؟ راس. الاليفيشن في خط افقي وخط راس. خط افقي يوازي اكس، وخط راس يوازي ايه؟ زد. السايد دول كذلك. خط افقي يوازي ايه؟ الواي، وخط راس يوازي ايه؟ الزد. انما البلان مفيش فيه حاجه اسمها راس افقي. البلان مفيش فيه حاجه راس افقي. البلان كله ايه؟ كله ايه؟ افقي. يعني ايه خطوط البلان افقيه؟ فبقول المستوى الافقي ده هيطلع خطين ومساحه، خط من الاليفيجن افقي من الاليفيجن، خط افقي في السيزيو مساحه في البلان. المستوى الافقي من الراس يطلع خطين ومساحه، انما المستوى المائي مستوى المائي ده تطلع مساحتين بنفس الشكل. مساحتين بايه؟ بنفس الشكل. يعني لو انت عندك مثلث ارسطو كده وماسكه ومايله، مثلث ارسطو، مثلث ارسطو ومايله كده، وبيجيب اشعه من فوق ظل المثلث على الارض، يبقى عامل ازاي؟ مثلث برضه صح؟ طب ظل المثلث ده على الارض يبقى عامل ازاي؟ مثلث برضه. ماشي؟ مثلث برضه. ممكن يكون ابعاد المثلث مختلفه، انما لازم يكون بنفس الشكل. ابعاد مختلفه حسب ايه؟ حسب الميل ده. مش الميل ده لو 45 هيبقى الزد قد الاكس صح؟ هيبقى المستطيل ده قد المستطيل ده بالظبط. انما لو الميل ده مش 45 هيبقى في فرق ما بينهم. هيبقى الزد غير الاكس، هيبقى الارتفاع ده غير الارتفاع ده، ولكن نفس الشكل. الخلاصه ان المستوى مايل يطلع مساحتين بنفس الشكل. مساحتين بايه؟ بنفس الشكل. كلمه بنفس الشكل دي مهمه جدا جدا جدا. الكلام ده معناه مبادئ هنستخدمها في الحل كمان شويه. ماشي؟ طب لو عندك مستوى مائل من الناحيه الثانيه كده مثلا، مستوى مائل كده. مستوى مائل كده. ماشي؟ المستوى ده يبان ايه في الاليفيشن؟ يبان ايه في البلاد؟ خط افقي. يبان ايه في السادي؟ خط مائل. فالمستوى المائل بدل مساحتين وخط مائل، هيبان خط مائل. ماشي؟ خط مائل. في السايد فيو ماشي؟ الاليفيشن قدامه هيبقى مساحه، البلان هيبقى ايه؟ مساحه. انا ببص من فوق كده على الخط المائل يطلع من هنا كده، الف البعد ده، البعد الفه يطلع حاجه بالشكل ده. المستوى ده ده مصدر المستوى المائل اللي هو الحته اللي تحت دي. ماشي؟ ده في البلان، انما في الاليفيشن هيبقى ده. بالفيجن ده في البلان هيبقى ده. ماشي؟ ملوش علاقه بالبعد ده خالص، ملوش علاقه بالبعد. البعد ده يبان بس في السايد فيو، خط مايل كده. واضح الكلام يا جماعه؟ السايد فيو للبلان. بينقله بالمسطره، ماشي؟ الطول على المحور ده كده بينقله بالمسطره، يعني البعد ده هتقيسه مثلا 3 سم يبقى تقيسه ايه؟ 3 سم. ماشي؟ في طريقه ان انا الف الابعاد بسهوله كده من غير ما اقيس في الخط 45. اقول لك ايه؟ خط 45 ده كمان شويه. المهم عندي دلوقتي، تعالى نرجع للمسار الوسيط دي. ماشي؟ لما ابص في الاليفيشن اشوف المستويات اللي قدامي ايه؟ في مستوى هشوف مساحه وفي مستوى هشوف خط. اول حاجه يعني تعرف ان انت ضايع مفيش فيه امل فيه، لو انا قلت لك المستوى ده يبان ايه وانت تقول لي مش عارف. واضح؟ الموضوع ده واضح جدا. المستوى ايه؟ يبان ايه في الاليفيشن؟ مساحه. المستوى دي بي سي دي اي يبان في الاليفيشن. ما ينفعش اقول لك المستوى دي يبان ايه، ما ينفعش اقول المستوى دي يبان ايه. السؤال ده
صرته صح. ينفع اقول لك المستوى دي يبان ايه؟ ده اقول لك يبان ايه فين؟ صح؟ مستوى دي يبان ايه في البلاد؟ يبان ايه في الريجن؟ خط اوفي، ما تقولش خط بس. ماشي؟ لما تيجي تتكلم في الريجن او في السايد فيو عايز تقول لي خط اوفي وخط رأس. واضح؟ دي مبادئ ما تنساهاش. المستوى الاوفي، المستوى الاوفي يبان في الريجن ايه؟ خط اوفي يبان ايه في السايد فيو؟ خط اوفي يبان ايه في البلاد؟ مساحه. طب المستوى الرأسي يبان في الريجن مساحه مثلا؟ يبقى يطلع في السايد فيو ايه؟ خط رأسي. خط رأسي في السايد فيو مساحه في الريجن. خط رأسي في الريجن مساحه في السايد فيو. وجميع الاحوال المستوى الرأسي الذي يبان في البلاد. المستوى الرأسي الذي يبان في البلاد. خط المستوى الرأسي الذي يبان خط في البلاد. واضح؟ المستوى المالي المالي حسب ما مالي على انه خط مستوى يبان مساحتين وخط. المستوى المالي يبان مساحتين وخط. واضح الكلام يا جماعه؟ طيب لما اجي اجيب البلان بتاع المجسم زي ده قلنا المستوى دي هيبان في الريجن خط الاوف ده، المستوى دي هيبان في الريجن خط ده، المستوى سي هيبان خط ده، المستوى دي هيبان خط الراس ده، المستوى بي سي دي اي هيبانوا خطوط خطوط في الريجن. ماشي؟ اللي اتفضل في منه نوعين في درسين في نوعين من الاسئله. اول نوع ان انا هديك المجسم زي ده كده واقول لك هات ثلاث مصادر، هات الريجن والسايد فيو والبلان. ماشي؟ النوع ده ما بيجيش في الامتحان. واضح؟ واضح؟ بيجي بس في الشتات ممكن يجي في الامتحان نكتر. ماشي؟ انما هو مش اساسي، هو تجنيد اللي بعد كده. ايه الموضوع اللي بعد كده؟ استنتاج المصدر الثالث. الميسنج ايجنت، السيرد فيو، المصدر الثالث. ماشي؟ ده انا بجيب لك مصدرين واقول لك اصلا ديجيتال، ما فيش اي مجال في ده، مش هحسب لك ده خالص، مش هحسب لك المنصور ده. هجيب لك الايجيشن وسايد فيو واقول لك ستاندنج بريد. واضح؟ او اجيب لك الايجيشن قدامي واقول لك ستاندنج سايد فيو. المشكله ان انت بتطلع من الامتحان تبقى معتقد ان انت حالي كويس، واضح؟ بتعمل اي خطوط وخلاص وفجاه ايه؟ يعني انا هجمع اي حاجه تحت خلاص. المشكله انك انت الخط ده بيكون فيه خطوط ستريت وفيه خطوط بطل. ماشي؟ الخط ده مدلول معين. لو انت الخط ستريت طولته شويه ما تصيرش انت هتاخد عليه حاجه. واضح؟ يعني تخيل مثلا الفيجن بالشكل ده جه واحد عمل خط كده. يقول لك هو يطلع من الامتحان فاكر ان هو عامل الفيجن. ماشي؟ الريفيجن ده مثلا عليه خمس درجات انا بديه اثنين. بديه ثلاثه. فهو طالع من الامتحان متخيل هو حالي. الخط اللي هو عمله زياده ده ناقصه انا بس بفهمك عشان ما تطلعش من الامتحان وانت معتقد ان انت فاهم وخلاص. انت بتحاول ان انت في ناس يعني بتقعد تجي الشتات طول السنه ومستوى ان هو يفهم. في الامتحان وتلاقي ده واضح في اعمال السنه. اعمال السنه دي جايب مثلا 75 من 80 وجايب لائحه في الرسم او جايب مقبول. ماشي؟ يعني ممكن تبقى خط ستريت انت عملت ضغط او ضغط عملت ستريت او طولت شويه او عملت خط ملوش لازمه. ماشي؟ الخط دي بتنقص عليك. ماشي؟ بتنقص عليك. ماشي؟ يعني مش فكره انت ايه تعمل ضغط وخلاص. لا انا بس ايه بنحضر الموضوع ده عشان ما تفكرش في الموضوع ده. يعني تطلع من الامتحان فاكر ان انت حاجه. المهم كنت بقول بقى ان الاسقاط فيه نوعين من الدروس. ماشي؟ اول حاجه استنتاج الثلاث مصادر، ثالث حاجه استنتاج المصدر الثاني. عشان تحس ان الموضوع اللي بعد كده سهل، استنتاج مصر الثاني ده سهل، ماشي؟ موضوع بسيط، لازم وانت بتستنتج الثلاث مصادر من منظور، ركز ده في اللي جاي، لازم تربط المصادر مع بعضها. يعني لو انت عملت الديفيجن، عملت الديفيجن منين؟ من الازومتر، عملت الديفيجن منين؟ من الازومتر، طب دلوقتي عامل استنتج البلان. لما اجي استنتج البلان ما استنتجوش من الازومتر. ما استنتجش البلان دلوقتي من الازومتر. لو انت هتبقى عاوز تبقى كويس في الاستنتاج تستنتج البلان بين الايزومتري والاليفيشن. الاليفيشن موجود ازاي بقى؟ ازاي استنتجه؟ فرضا انا عاوز اصل المستوى دي في الاليفيشن، عاوز اصل المستوى دي فين؟ في الاليفيشن. قبل ما تسقط المستوى دي انت عاوز في البلان، المستوى دي في البلان. عاوز اجيب المستوى دي فين يا جماعه؟ في البلان. قبل ما اجيب المستوى دي في البلان لازم اعرف هو طالع فين في الاليفيشن. المستوى دي طالع فين في الاليفيشن؟ مش طالع خط ده؟ صح؟ مش المستوى دي طالع خط ده يا جماعه؟ اللي هو انا خط ده اللي هو خط ده مش ده خط ده يوصل المستوى دي؟ معايا ولا ايه؟ لما اجي اجيبه في البلان اجيبه تحت الخط ده يبقى المستوى دي في البلان من النقطه دي للنقطه دي تحت كده مكتوب تناظر المسطره تي وعليها المثلث المستوى دي هيبقى تحت هنا كده تحت الخط. لما الاقي واحد بيحل ثلاث مصادر ومش عامل الاليفيجن المفروض ان الاليفيجن
قصاده سايزين الانفيجن تحتيه البلان. لما الاقي واحد عامل انفيجن كده والاقي عامل سايزين كده والبلان كده بعرف ان ده هيتعب جدا في استنتاج الطلب المطلوب استنتاج المصدر الثاني اللي بيسقط كل واحد لوحده ماشي. لازم يبقى الانفيجن قصاد السايزين كده. الزد دي هي نفسها زد دي, الاكس دي هي نفسها الاكس دي, الواي نفسها الواي دي. ده تربط المصريف مع بعضين. ربطنا ازاي؟ ربطنا ازاي؟ المستوى دي عاوز اجيبه في البلان لازم اعرف هو طالع فين في الايميل طالع فين. طب المستوى سي هيطلع في البلان حق ولا مساحه؟ مستوى سي يطلع مساحه. طب اصله فين في البلان؟ لازم اعرف هو فين في الايميليشن الاول, لازم اعرف هو فين في الايميليشن. مستوى سي هيطلع فين في الايميليشن؟ مستوى سي يطلع في الايميليشن الخط ده صح ولا صح؟ مستوى سي هيطلع الخط ده. يبقى تحتيه على طول ايه؟ ده المستوى سي تحت الخط بتاعه. يبقى الخط ده يمثل سي والخط ده يمثل ايه؟ دي. اما المستوى اي مستوى اي يطلع فين في الانفيجن؟ يطلع ايه؟ اللي قال خط راسي ده كويس, اللي ما قالش كلمه راسي لسه برضه الموضوع ما مشاش معايا. المستوى اي يطلع ايه في الانفيجن؟ خط راسي يطلع ايه في البلان؟ يطلع ايه في البلان؟ خط اوفر هو خط اوفر اصلا في البلان اوكي. يبقى في الانفيجن هيطلع الخط ده صح ولا صح؟ الخط ده يمثل ايه؟ المستوى ايه؟ حد مش فاهم دي؟ الخط ده يمثل المستوى صح ولا صح؟ حد مش فاهم دي؟ طب الخط ده في المستوى ايه يطلع ايه في البلان؟ اللي هو الخط ده اللي هو الخط ده صح ولا صح؟ مش المستوى الرأسي ده طالع خط راسي في الانفيجن وخط الكلام صح الكلام ده؟ في مشاكل الكلام ده؟ يطلع ايه في سازيوم المستوى ايه؟ يطلع ايه في سازيوم؟ يطلع ايه في سازيوم؟ مساحه قصاده كده الخط ده اخد اوله كده واخده كده والف العرض ده يطلع المستوى ايه قصاده هنا. انا استنتجت السازيوم استنتجت اهو من غير ما ابص لازم المستوى ايه الخط ده والخط ده ده مستوى راسي طالعين مساحه في سازيوم ماشي. طب المستوى بي مستوى بي يطلع ايه في الانفيجن؟ خط راسي يطلع ايه في البلان؟ خط اوفر خط مستوى اي مستوى بي يطلع في البلان الخط ده يطلع ايه في السادي في البلان اسف يطلع ايه في البلان؟ هو الخط ده صح كلام؟ هيطلع ايه في السادي؟ مساحه يطلع مساحه. لما ابص كده مستوى بي مستوى بي هيطلع ايه في السادي؟ مساحه. في الانفيجن طالع الخط ده في البلان طالع الخط ده اخد ده كده البعد ده البعد زد ده البعد زد ده اخد منين؟ من الانفيجن. البعد زد ده اخد منين؟ من الانفيجن. والبعد واي ده اخد منين؟ من السازيو او من البلان. ما عندهاش السازيو عندها البلان. البعد زد من الانفيجن والبعد واي اخد منين؟ من البلان. البعد زد خدته من الانفيجن والبعد ده يجي وين بعد ده؟ والبعد منين؟ واي خدت الزد من الانفيجن واي يطلع ده ايه؟ المستوى ده. في مشاكل كلام ده؟ تعالى نقول نفس الكلام ده بس على مساله اكبر شويه. احنا كده يا جماعه خلصنا التصرف. ماشي يعني حلو زي الامتحان دلوقتي بعد. يعني رقم صوت ده ايه ولا خليهم معايا بقى يا ريت معاك قلم ورقه كده وترسم اللي انا هرسمه. يعني اعتبر نفسك انك قاعد بتذاكر يعني مش هيجي في الفتره في البيت كفايه قوي على رقم اساسي عشان تجيب امتياز ان نفتح داخل المحاضره وتركز في المحاضره بتاع مصر وتحضر السكشن وتسال في السكشن تسال في السكشن هتبقى تجيب امتياز في رقم اساسي ماشي يا جماعه. لو انت عندك اول قسم ثلاث محاور نحو الدب مبدئيا انت عاوز تعمل الموضوع ده يبقى صعب عليك ولا سهل. لو انت قدرت ترسم الادب ده ورايا وديك كده يعني كده هندسيه كده ماشيه كويس طبعا انت هتبقى الموضوع سهل جدا. لو انت مش عارف ترسم الادبتك طبعا انت محتاج ترسم محتاج مجهود زياده شويه. وببساطه عشان ترسم الادبتك
تبقى طالع لازم ترسم خطوط تودي بعضيها. لازم ترسم ايه؟ خطوط تودي بعضيها. يعني انا برسم مكعب كده. لازم الخطوط كلها ايه؟ تودي بعض. لازم الخطوط كلها ايه؟ تودي بعض. لو رسمت خط ما بيوازيش المحاور ماشي؟ خط جامع نفسه هيطلع لازم ايه؟ كويس. ادي ثلاث محاور محور دي محور اكس لو انت عندك مستوى في الديفيجن بالشكل ده الخط ده كده يوازي محور اكس يوازي محور اكس وبعد كده فينا خط راسي خط مين خط مين الاول خط مين وبعد كده خط افقي من هنا عاوز ارسم خط افقي ارسم خط افقي ازاي؟ اي خط بترسمه يا زد اكس واي لو انت عايز ترسم الهدف كويس اي خط بترسمه يا يوازي يا زد اكس واي عاوز ارسم خط افقي من هنا يبقى يوازي اكس تقدر اقعد المثال الديفيجن ده هيوازي اكس بعد كده ارسم خط راسي المشكله بقى عند بعضهم مين اللي هيضغط مش عارف يرسم الهدف دي هيجي يعمل خط راسي هيتحول كده ومعاه خط ده كده انا عارف ان انت هتعمل خط ده كده ماشي دي بدايه المشكله ان انت مش هتعرف ترسم الخط ده صح ده خط ده صح خط ده غلط ده هيعمله كده ده بدايه المشكله ان انت مش عارف انت ترسم ازاي ده كده خط غلط مش تبع حاجه ده مفيش حاجه كده خط ده لازم يبقى راس كده لازم يبقى راس كده يودي ايه الزد في مشكله كام يا جماعه انا هزود الميل شويه هزود الميل شويه في مشكله في الصاله المثال ده يبقى في الديفيجن وفي السايد وفي البلاين. المثال ده يبقى في السايد يوم في الديفيجن وفي البلاين. هيبقى في الديفيجن بالشكل ده. المثال ده في الديفيجن كده. في وشاف كام يا جماعه؟ يبان في السايد فيو المستوى ده في السايد فيو يبان ايه؟ يبان في السايد فيو خط راسي يبان في السايد فيو خط راسي يبان في البلاد خط خط افقي كل خط في البلاد خط افقي ماشي انما في الديفيجن في حاجه اسمها راسي في حاجه اسمها افقي السايد فيو في حاجه اسمها راسي في حاجه اسمها ايه؟ افقي ماشي؟ لا مفيش حاجه ماشي معاك انما البلاد بلاد ايه؟ افقي كل افقي راسي مش بتفسد الاطار بعد ما يعني دي اطار بس حاجه شخصيه يعني ماشي